خدي عريس عشان الطيارة، خد كتير كتير. خدي يا مرات خير. مبروك يا خالي. انا هقرصك في ركبتك عشان احصلك في جمعتك. مستعجلة على ايه؟ خلاص دراستك الاول. طب يا اختي اما اخلص ابقى احصلك. انا موافقه. رجعت الموبايل. رجعيها هنا عشان ما ابقاش قلقان عليك. ايه الزوطه اللي في الشارع دي يا امال؟ ايه؟ مبروك يا بابا. يلا بينا بقى اشرف نطلع على فوق عشان مش هينفع الوقفه في الشارع كده. لا احنا جايين نبارك ونوصل عروسه وبس. يا عم توصل عروسه ايه؟ مش الارسان دول لسه هيجهزوا كده ويتشيكوا؟ ايه يا عم خالد ما تقول له ان احنا مش بخلة. يلا اشرف يلا شفيق ما تهربوش يلا فوق. لا يا عم مجاهد. ايوه يا استاذ احمد. العربيات دي في عينيك؟ دي عربيات البهوات فاهم؟ عربيات البهوات في عينيا. والف مبروك وعقبالك وعقبالنا احنا كمان لما نبقى بهوات قريب. ربنا يكرمك يا عم مجاهد. يلا. دول صحابه يا عبدو. دول الولاد اللي كان متخانق معاهم. جابهم منين؟ وهم جايين يجاملوه ليه؟ يبقوا استلح. استلحوا ازاي وامتى؟ يو استلحوا زي ما استلحوا يا عبد. المهم ان بالنا احنا نرتاح. تعالى. اتفضلوا. ازيك يا بابا؟ سلام عليكم. اصحابي جايين يعني يشاركوني في الزفه وينقطوني يعني. اهلا وسهلا. دول اصحابك؟ اه ايه يا بابا حضرتك مش فاكرهم؟ ده اشرف ابن معالي الوزير، وده شفيق ابن العتر بيه، وده خالد طبعا ابن الاستاذ كمال. اهلا وسهلا. انتوا اصطلحتوا؟ خلاص يا اونكل احنا اخوات. اخوات؟ اتفضلوا خشوا. لا 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 يا اونكل احنا هنمشي على طول. مبروك يا عريس. مبروك يا عروس. ميرسي. طب بعد اذنك انا يا باشا هنزل استنى تحت. يا عريسنا عايزك في الكلمتين. الف مبروك يا عمي. وعقبالي. اتفضل هنا. اتفضل فين يا ابني؟ مع اشرف العريس والعروسه. لا انا هاخد عربيتي. يلا يا مال. استنى يا عبد. عمارتك العربيه ولا سؤالي اللئيم؟ عربيات تشرف بصحيح. طب اركبي اركبي. عامل لنا قيمه في الحته. تحبي تركبي في عربيه مع العيال؟ والنبي ما يملى عيني حد غيرك. اركبي. ما ملاش عين البني ادم غير التراب. طب العريس والعروسه اتفضلوا معايا بقى. اتفضل معايا بقى. انا عم احنا بصراحه ما كناش ناويين نروح المطار خالص. ليه ما كلنا نروح سوا ونركب في العربيه مع بعض؟ يلا اتفضل. طيب يلا يا توحيد اركب انت وحسن ورا. يلا طبعا انا هركب مع العريس والعروسه وانت خد هنا ومحمد معاك. تأمرني يا ميدو. طبعا احنا بتوع اعلام ومع بعض. اه طبعا احنا اولى ببعض. انا مش راكب معاكوا هنا بقى ولا ايه؟ هتركب يا ابو حميد. اتفضل انت منورنا. ايه البدل الجامده دي؟ اتفضل اتفضل. يعني بقول لك ايه، العريس والعروسه جنب بعض. عيل يرجع في كلامه. طيب